السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنتعلم النهارده مع بعض غرزه جديده من غرز التاتنج، وهي غرزه السبليت رينج او الدائره المشقوقه او المنفصله، وهي شكلها كده. عشان نعمل الشكل ده هنبقى محتاجين 2 شاطل او 2 مكوك، وممكن نحتاج معاهم ابره كروشيه لو ما عندناش المكوك اللي بالشكل ده، ومقص. اول خطوة هنجيب الـ2 مكوك دول وهنعقدهم مع بعض. هنعقد الخيطين بتوعهم كده مع بعض، بسم الله، اوكي. وهنرقمهم اذا كان الـ2 مكوك ليهم نفس الشكل، بعمل رقم 1 ورقم 2. هبتدي اول حاجة بالمكوك رقم 1، ابتدي الف شكل الدايرة، بسم الله، وابتدي اعمل 10 غرز. طبعا الـ10 غرز دي حاجة اختياري بس عشان ابين لكم فيها شكل الغرزة بتاعتنا. هبتدي النص الاولاني من الغرزة، باخد لفة، بدخل وبطلع وبعمل الفليب زي ما احنا تعودنا. ادي النص الاولاني من الغرزة، النص التاني، ببتدي اكرر كده لغاية لما يبقى عندي 10 غرز كده. 2 3 4، شايفين الغرزة هنا عملت فيها فليب. هكمل لغاية لما يبقى عندي 10 غرز وارجع لكم. كده عملت 10 غرز، قلنا باستخدام المكوك رقم 1، اوكي، وعملنا الفليب، اوكي. دلوقتي عشان اعمل النص التاني للدايرة بسيب المكوك نمرة 1، وباجي امسك المكوك نمرة 2، وببتدي الف الشغل بتاعي كده، الف الحلقة بتاعتي. انا كنت بشتغل على الاتجاه ده، هبتدي اشتغل على الناحية التانية دي. طيب انا في المكوك نمرة 1 كنت بعمل حاجة اسمها فليب، ان انا بنقل الحلقة اللي بتتكون من الخيط بتاع المكوك على خيط العمل. في المرة دي باستخدام المكوك التاني انا مش هعمل الفليب. وعادة انا لما ببتدي الغرزة الدبل ستيتش او الغرزة المزدوجة ببتدي بالنص الاولاني اللي هو فيه لفة، هبتدي النص اللي من غير لفة، بحيث ان انا اول حاجة بدخل كده اهو، ادي النص الاولاني للغرزة، مش بعمل فليب، شايفين اهي اللفة اهي، ببتدي امشي بيها كده لغاية لما اجيبها لغاية الغرز اللي عاملاها من المكوك التاني. النص التاني من الغرزة هو اللي بياخد فيه لفة، وبدخل كده اهو لفة، وادخل كده اهو، اطلع، برضو مش هعمل فليب، هخلي نفس الخيط يتحرك كده على خيط العمل لغاية لما يقرب كده. عملت اول غرزة، تاني غرزة اهو زي ما اتفقنا، بدخل من بالمكوك اهو من غير لفة في الاول اهي، ما بعملش فليب، بجر الخيط زي ما هو. النص التاني ان انا بدخل كده وبطلع المكوك بالطريقة دي، وبرضو بجر الخيط كده. عملت كام غرزة؟ كده عملت 2 غرز، اوكي. ابتدي اوسع الحلقة اهو، برضو هعمل النص الاولاني اهو، اشيب ده الخيط اللي انا ده ملناش دعوة بيه اهو، هبتدي هجر الخيط كده. بعدين النص التاني ان انا باخد لفة وبدخل من تحت الخيط واطلع كده اهو، وبرضو بجر الخيط كده، كده 3 كده اهو، نفس الطريقة. بعدين لفة وادخل، ادي كده 4 غرز، شايفين ازاي مش بعمل فليب خالص. يعني المكوك نمرة 2 انا مش بعمل فيه فليب خالص، بزق الغرزة زي ما هي كده تتحرك على خيط العمل بتاعي، اوكي. انا بوريها لكم اهي كلها عشان تبقى واضحة. كده عملنا كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6، اكمل لغاية لما يبقوا 10 اهي. ادي النص التاني بتاعها، بدخل كده كده، كام؟
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. كده عملنا 10 غرز بالمكوك رقم 2 وعشر غرز بالمكوك رقم 1. هبتدي أروح على المكوك رقم 1 اللي هو بدأت عملت بيه اللفة على إيدي. بمسك الغرز كده وببتدي أشد وأقفلها أهي. يبقى كده دي أول حلقة أنا عملتها من الغرزة السبليت رينج او الغرزة المشكوكة. اوكي هبتدي تاني برضو بنفس المكوك رقم 1، هو ده المسؤول عن ان انا بعمل بيه اللفة بتاعت الدايرة. هبتدي برضو نفس الفكرة ان انا هعمل 10 غرز. شايفين بالمكوك نمرة 1 انا بعمل فليب. يعني ايه فليب؟ يعني بنقل الحلقة اهي اللي بتتكون دي، بنقلها على خيط العمل اهي وبقربها كده. ادي كده غرزة الاولى، ادي اهي عملت فليب. ادي كده 2 في كل الغرز من المكوك نمرة 1 بعمل فليب. شايفين؟ وببتدي هنا بالحلقة من نص الغرزة اللي باللفة وبعدين اللي من غير لفة. الناحية التانية ببتدي من غير لفة وبعدين بلف. كده 1 2 3 4 هكملهم لغاية لما يبقوا 10 غرز وارجع لكم. خلصنا 10 غرز بالمكوك نمرة 1. هسيب المكوك نمرة 1 كده وابتدي. شايفين انا ببقى سايبة فراغ كده، هو ده اللي بشتغل عليه. ابتدي اكبر الخيط بتاعي كده بالمكوك رقم 2 وابتدي بالنص الاولاني، مش من اللي فيه لفة، لا من غير لفة الاول. بدخل كده اهو، شايفين مش بعمل فليب، باخد نفس الخيط اللي طالع من المكوك بجره كده لغاية لما يقرب من اخر غرزة كنت عاملاها. بعد كده النص التاني للغرزة ان انا بعمل لفة وادخل وبرضو بجر الخيط كده، وهكذا اهي كده غرزتين تلاتة. وعلى فكرة لو انتوا حاسين ان الشغل سريع، في طريقة جوه الفيديو بتاع اليوتيوب انك تقللي السرعة عشان تشوفي الحركة. ماشي هبتدي اهو، بدخل كده، شايفين الخيط اهو من فوق، بدخل كده وبحركها. ادي النص الاولاني، وبعدين ابتدي اخد لفة على ايدي وادخل كده اهو، شايفين ازاي، واطلع الخيط بالطريقة دي وبرضو مش بعمل فليب، بجر الخيط كده تاني اهو، باجي كده اهو، بعدين لفة وادخل من هنا كده اهو، برضو مش بعمل فليب، وهكذا بكمل لغاية لما يبقى عندي 10 غرز. ببتدي دايما بالغرزة اللي من غير لف. اوكي كده عملنا كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6. هكمل لغاية لما يبقى عندي 10 غرز وارجع لكم. خلصنا كده 10 غرز من الناحية دي و10 غرز من الناحية دي. ابتدي اطلع الحلقة من ايدي وبالمكوك رقم 1 هبتدي اشد عشان اقفل الحلقة اهي، وبشد بحيث ان الغرز تبقى جنب بعض، واحاول ان اخلي الحلقات بتاعتي نفس المقاس. اوكي وهكذا ببتدي اكرر لغاية لما يبقى عندي العدد اللي انا عايزاه.
هيتكون عندي في الاخر سلسلة طويلة كده من الغرزة بتاعتنا دي كده اهي، شايفين حلوة قد ايه الغرزة المشقوقة او المنفصلة. ممكن استخدمها كحامل للنضارة، ممكن استخدمها كغويشة او احطها على الكم او احطها على الرقبة في فستان ازين بيها وهكذا. ليها استخدامات كتير، كأني عملت دانتيل اهو بحتفظ بيه. وهي عرفنا ان هي مطلوب فيها 2 مكوك وبتشتغل بالطريقة دي الغرزة المشقوقة. لو كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك واشتراك في القناة، وسلام عليكم.